دائما ما تشاهد خلي اخذها على هاي الكاميرا، خصوصا الناس اللي مدمنه ببجي. اذا تلاحظون مني يلعبون ببجي هيك هاي صابعهم كلهم هيك سوا ماكو شايفيهم، يعني اربع اصابع يشتغل بيها وبش عاليه ما ادري شنو، اكو عرب بالطياره وكل هاي الامور. هيك اللعب بالببجي. الببجي قصه الحدث اليوم على الببجي. المركز استراتيجي يقول 60% من مستخدمي لعبه ببجي في العراق هم فئه النساء والاحداث. اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي ان لعبه ببجي وباقي الالعاب القتاليه تسببت بخروج مليار دولار من العراق، مليار دولار بسبب لعبه الببجي اللي نلعب الببجي بها بالتليفون، خلال شراء بطاقات الشحن والدعم والحسابات. مليار دولار خسرناها بسبب ببجي. شلون اللي يلعب ببجي لازم يشحن، ليش يشحن؟ حتى يشتري له سلاح جديد او فتشي او سياره او طياره. فمن خلال هذا الشحن، يعني انا شفت اعرف ناس يشحنون باليوم ب 300 دولار او 400 دولار، من خلال هذا الشحن خسر العراق او خلى العراق ببجي تربح مليار دولار. واضاف الغراوي ان قيمه ارباح شركه ببجي في العراق لعام 23-24 بلغت 60 مليون دولار، وان اعلى حساب تم بيعه بلغ 25 الف دولار. واضاف ان اللعبه التي تنشط على نسخه الهواتف الذكيه تحولت الى ظاهره بين من هم دون 25 عاما الذين يشكلون نسبة 60% من العراقيين الذين يستخدموها، إلى درجة أنهم باتوا يلقبون بجيل الببجي. قبل بعد ماكو جيل الشسمة، جيل الببجي، ماكو جيل التسعينات أو جيل الألفينات، جيل الببجي. إضافة إلى نسبة كبيرة من النساء وخصوصا ربات البيوت والأطفال في أعمار لا تتجاوز الستة أعوام.